اسكندر هو طفل عمره 13 سنة، قابلناه اليوم الصباح في السوق يبيع في الغلة مع والده. اسكندر فرحان بالخدمة هذه ويرى فيها مستقبله. صافا هي الخدمة، نعاون في بابا باش هكا كيبدا ما عنديش مستقبل في القراية، نتعلم منها، نتعلم برشا صنعة هكا باش ما نحيرش فيها. وهيك صافا مع الكليونات نعرف كيفاه نوزن وكل شيء وكا صافا. ولد اسكندر حب يحمي ولده من الشارع بتعليمه الصنعة هذي. أنا نحب نعلمه كل شيء، القراية ويتعلم حتى ما نفحش معناتها في القراية يلقى روحه معناتها حتى في المستقبل، فهمتني؟ خاطر هو مش جايب روحه في القراية بالكدا. هذاك علاش نوري فيه في الخدمة، مش كي يخرج من المكتب يلقى معناتها شيخ نجم يعمل حانوت يعمر وغلا، فهمتني كيفاش؟ هذاك علاش خاطر هو مش فالح في القراية بالكدا، مش حاط في مخه في القراية. اسكندر ماهوش الطفل الوحيد اللي يخدم، بما انه اخر الاحصائيات تبين انه اكثر من 200 مليون طفل في العالم معظمهم اقل من 15 سنه يخدموا وما يكملوش مدارسهم، ومن بينهم 100 مليون طفل يواجهوا أسوأ اشكال التشغيل. لكن لحسن الحظ فالظاهره هذه مازالت مش متفشيه في بلادنا وما تجاوزتش 2%، وين يتم تسجيلها خاصه بالوسط الفلاحي والانشطه غير المهيكله بالوسط المنزلي. لكن هل انه فما رقابه على تشغيل الاطفال في بلادنا من الجهات المعنيه؟ لا ما فماش رقابه، ما فماش رقابة. يعني عمري ما ريت رقابة الدور على الشيء هذا، تخدم ولا ما تخدمش. وموجودة معناتها يوميا تشوفها في معناتها في وسائل النقل، في الحافلات، في معناتها في القطارات، معناتها أعمال تزيد، مش فهمت؟ وحتى معناتها تحس لي فما عبيد يشغلوا فيهم. تونس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، من بينها اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 سنة 1973، والمصادقة على اتفاقية عمل المنازل رقم 189. لكن الطفل ما عندوش وعي بالاتفاقيات هذه، ويحاول خاصة المراهقين منهم اللي في حدود 15 سنة يلوجوا على خدم باش يتحصلوا كيف ما قالونا على مصروفهم. واحد يدبر مصروفه هكا في السيف خير من الواحد مبنك، معناه هكا يقرا في السيف يدبر مصروفه، معناها ياخذ بيه الادوات ويصرفه هذيك. كي نمشي لوسط البلاد مثلا لهنا باش ندبر لوجه على خدمه، يعني يكشوا عليا ويقولوا لي ما فهميش صعيبه يعني. اما في الحومه عبيد تعرفك، يعني حومه الشعبيه العبيد الكل تعرف بعضها ونجم تلقى يعني بالسيف. تاخذ 35 في الجمعه 50 كاو ما تفوت. ساعدكم به يا مان؟ عادي يا اخي، نحن الحمد لله واحد ياخذ طرف تفتوفه فلوس خير من اللي قاعد في الدار ما يخدمش. ظاهرة تشغيل الأطفال هي ظاهرة متفشية تتداخل فيها أطراف مختلفة، وممكن تكون العائلة هي المتسبب الأول فيها نظرا لتدهور الظروف الاجتماعية.